مساء الخير. النهاردة عايزة أعمل لكم فتة مصري بلدي بالريش البتلو، مختلفة شوية، وعايزة أعمل لكم سلطة بلدي بالبصل برضو مختلفة شوية. فنبتدي النهاردة معانا الوصفة بالفتة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله. مقاديرنا معانا ريش بتلو أو ريش كندوز، برضو الاتنين ينفعوا. معانا بصل، معانا طماطم، معانا توم، ورق لورا، حبهان، مستكة، كل ده طبعا للشوربة، كرفس وجزر. معانا بعد كده عصير طماطم وصلصة طماطم وزبدة، وطبعا الرز وشوربة وملح وفلفل وثوم مفروم. بس كده خلينا نبتدي. الأول أول حاجة هعملها هي الشوربة بتاعت اللحمة، عشان اللحمة بتاخد وقت، وبعد كده نعمل الرز. أول حاجة هبتدي بيها، دايما لما بحمر لحمة بحب احط مستكة الاول. المستكة ما بتدوبش من غير درجة حرارة عالية، فبحط زبدة وبحط فيها المستكة، وبعد كده بحط اللحمة عليها. خلينا نشوف. اول حاجة احط الزبدة بتاعتي، وبعد كده احط فيها شوية مستكة. المستكة دايما يعني من الحاجات المهمة قوي في الشوربة وفي الفتات. يعني اول ما ابتدي اشم ريحة المستكة طلعت ريحتها كده مع الزبدة، طلعت ابتدي بقى احمر الريش بتاعتي. انا دايما يعني بحب احمر الريش قبل ما اعمل الشوربة. المستكة والزبدة، واول ما تاخد لون حلو كده هبتدي اعمل ايه، احط الميه. بعد ما اللحمه بتاعتي هتتسلق هحمرها. يعني دايما الفته بتبقى حلوه لما اللحمه بتبقى اللحمه على وشها متحمره. فهحمر اللحمه في زبده وصلصه، هوريكم ازاي دلوقتي. انا اوريدي برده محضره ريش مسلوقه، عشان دي هتاخد وقت. هحمرها في زبده وفي صلصه. علشان تبقى لونها حلو فوق الفتة. دايما احلى حاجة في التحمير بصراحة يا سمنة يا زبدة، يعني انا بحبش احمر في زيت، بحس الطعم بيختلف تماما. خلينا نحمر في زبدة معلش. وهنحط الريش تتحمر. برضو ما تحطوش يعني كتير في الحلة في نفس الوقت، عشان لونها هيبقى حلو. يعني كده كفايه قوي، دول يخلصوا وهكمل الباقي. هنقلب الريش بتاعتنا اللي موجوده اصلا. هنعمل رز مسلوق ابيض عادي جدا، عشان اوريدي في عندنا طعم جامد في اللحمه، ولسه هنحمرها في زبده وفي مستكه. فالرز ابيض ساده خالص، الطعم بقى لسه كله بيجي من الخل ومن الثوم. نحط برده حته زبده صغيره ونحمر فيهم الرز. انا حطيت زبده وهبتدي احط الرز بتاعي، ياخد تحميره كده سريعه مع شويه ملح وفلفل. اوكي، هنحط شويه ملح وفلفل. نقلبه مع الزبده. اول ما الرز يبتدي ياخد لون هننزل عليه على طول ايه بالشوربه. اللحمه ابتدت تاخد لون اهي، تتحمر. ممكن نبتدي نزود شويه في كل ما شويه يتحمروا نبتدي نزود تاني في الطاسه بتاعتنا. اهم حاجه ما تحطوش كتير مره واحده عشان ما تديش طعم مسلوق. طيب اللحمه هنا خلاص خدت لون حلو قوي، ممكن نبتدي ننزل ببقيه المكونات بتاعتها. هنحط بقى البصل، هنحط جزر، كرفس، شويه
شويه ورق لورا. دايما اي شوربه لازم يبقى فيها ورق لورا وحبان ومستكه، دول ثلاث حاجات لا تخلو منهم اي شوربه، والمستكه وتومتين كده. وبعدين هنحط بقى الميه السخنه بتاعتنا. كده الشوربه بقى هنسيبها على النار لمده تقريبا نص ساعه على ما اللحمه تستوي. اوكي اللحمه كده ابتدت تخش في التحمير، هنحط عليها الصلصه، يعني معلقه صلصه نبتدي ايه نقلبها. انا حطيت دلوقتي معلقه صلصه فوق الريش وبقلبها كده. الريش بتاعتنا جاهزه، يعني كده خلاص جاهزه عشان تتقدم فوق الرز اول ما الرز يخلص. كده الرز خد تقليبتين مع الزبده، ابتدى ياخد، هو مش هيلون، احنا مش عايزينه يلون اصلا، هو بس ايه ياخد طعم من الزبده كده. وننزل عليها بالميه المغليه. الرز بتاعي خلاص ابتدى يلون من الزبده شويه، ونزلت عليه بالميه والمرقه. ممكن تستعملوا شوربه برضو، انا هنا مستعمله ميه ومرقه، بس ممكن تستعملوا شوربه اكيد. طبعا لو شوربه الريش البتلو اصلا جاهزه يبقى هايل، بس عشان وقتنا فانا مستعمله ميه ومرقه. الميه بتاعتي هتغلي طبعا، معروف الرز بتاعي اول ما الميه تغلي ويبتدي الرز يبان هنغطيه ونوطي النار خالص. كده الرز خلاص، وكده الشوربه بتاعتي قربت تجهز. خلينا نبتدي نجهز خلطة التوم والخل. طيب دلوقتي احنا خلصنا الرز، سلقنا الرز وسلقنا اللحمة وحطيناها حمرناها في شوية زبدة ومستكة. عايز اعمل لكم دلوقتي بقى طشة الخل والتوم. طشة الخل والتوم بقسمها نصين، نص بيتحط عليه شوربة عشان نسقسق بقى بيها الرز والعيش وكده، والنص التاني بحط عليه صلصة الطماطم عشان نعمل بيه طشة التوم اللي بعصير الطماطم. اوكي اول حاجة خلينا نعمل التوم والخل. هنحط شوية زيت زيتون وحتة زبدة، معلقة تقريبا زبدة، وبعدين معايا تقريبا خمس فصوص توم مفرومين. طبعا ريحه طشه التوم والخل دي من احلى الحاجات اللي بتتعمل في المطبخ، يعني دايما تلاقي الناس اي حد في البيت هيجي جري على المطبخ يشوف بتطبخوا ايه. طيب التوم دلوقتي ابتدى يلون لونه اصفر كده وبقى ذهبي حلو، هنزعيه بقى بالخل. دول تقريبا نص كوبايه خل. اول ما يغلي يعني تقريبا 3 4 دقايق كده، وهنعمل صوص الطماطم بتاع الفت. هنحط اول حاجه شويه، هحط شويه من الطشه اللي انا عاملاها دي، نفتح النار عليها. الله ريحتها فظيعه. هنحط عليها معلقه صلصه كبيره او معلقتين صلصه تقريبا، وعصير الطماطم الفريش. احنا ستات البيوت، احنا ستات البيوت لازم عينينا تدمع. لو عينيكي ما دمعتيش وانت بتطبخي يبقى الطبخه دي مش مظبوطه، او ما تتلسعتيش برضو يبقى الطبخه دي فيها حاجه غلط. طيب طشه الخل والتوم بتاعتي خلاص غليت، هحط عليها الشوربه اللي هنسقسق بقى بيها الرز والعيش. احنا كده جاهزين ان احنا نبتدي بقى نعمل طبقات الفته بتاعتنا الفظيعه. يلا بينا نحط اول حاجه، هنبتدي بالرز. الرز المسلوق طبعا، يعني كل واحد وبيحب يقدم ازاي، بس انا بحب اقدم الرز والعيش حواليه، مش يعني مش بعمل الطبقات فوق بعض عشان كله ياخد من صوص الطشه والثوم وصوص الطماطم. فهنحط الرز بتاعنا كده، هنحط العيش حواليه، عشان انا بعمل بايدي عشان انا ما بعرفش اطبخ الا بايدي. هنحط العيش البلدي طبعا على ده محمصاه. احنا دلوقتي خلاص حطيت الرز وحطيت حواليه العيش،
نبتدي بقى سقسقه بالطشه، طشه الخل والثوم. اهم حاجه زي ما بقول لكم تبقى طشه الخل والثوم سخنه، عشان الطعم بيختلف تماما لما العيش والرز بياخدوا من الحاجات سخنه، من الطشه سخنه. وبعد كده هحط الريش زي ما قلت لكم، طبعا ممكن تعملوا باي نوع لحمه. وبعد كده هحط صوص الطماطم بتاعي على الوش. طبعا ممكن لو في ناس ما بتحبش صوص الطماطم ده ممكن بيتحط على جنب الفته، بس هو طبعا بيدي طعم تاني خالص. وكده الفته بتاعتنا تكون جاهزه. كده الفته تكون خلصت، يا رب تعجبكم. هنطلع فاصل ونرجع نعمل السلطه البلدي بالبصل، خليكم معايا. رجعنا لكم الفاصل وخلصنا الفته وان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي عايزه اعمل لكم سلطه بلدي بالبصل. طبعا هي يعني اي حد في الدنيا هيقول سلطه بلدي، السلطه البلدي بتاعتنا طبيعيه جدا. هي فيها طبعا كتير قوي من السلطه البلدي بالبصل بتاعتنا المصريه العاديه، فيها شويه تغييرات كده ممكن تعجبكم، فخلينا نشوف هنعملها ازاي. اهم حاجه في السلطه دي ان انا مش عايزه الخضار بتاعي يدبل، فبقطعه كله كبير. فعشان كده هنقطع الخضار كله من الاول معانا النهارده، ونشوف هنعمل بعد كده التتبيله بتاعتها ازاي. اوكي، السلطه دي مليانه كل انواع الخضار، فلو قدرتوا ان انتوا تحببوها للعيله او للبيت او للولاد او كده هتبقى حاجه هايله، لان هي بجد فيها كل انواع الخضار. اللي علمني السلطه دي كان ابويا الله يرحمه، وكان بيحب قوي قوي، هو عامه كان بيحب قوي الخضار والفاكهه، فدي كانت من اكتر السلطات المميزه لان هي مليانه فعلا خضار وفاكهه، خضار سوري. وهو كان دايما يقولي كلي كل الوان الاكل، فالسلطه دي مليانه فعلا كل الالوان، فيها كل الوان الاكل. اول حاجه بحطها خس كابوتشك، وبعدين هقطع بقيه الخضار بتاعنا. بقطع زي ما انتوا شايفين الخس كبير، يعني مش بصغره، لان التتبيله لازم تتحط على السلطه والسلطه ما تتبلش. هنرجع نقطع الطماطم دلوقتي، برضو الطماطم بقطعها كبير، يعني تعتبر ويدجز او قطع مربعه كبيره. احلى حاجه برضو في السلطه دي ان هي مليانه بصل وفيها ثوم وفيها بصل اخضر وفيها بصل احمر، ففي الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين كل الاسلحه دي. اوكي، البصل بتاعنا. بعد كده هنقطع جرجير اخضر، برضو الجرجير مش بصغره قوي لنفس الفكره ان هو ما يتبلش، فمش هقطعه قوي برضو، بس كده على خفيف. عندنا اوريدي مقطعين بقدونس وكزبره خضراء مفروم الاثنين. بعد كده عندنا الخيار. برضو انا هحط فلفل حراق، في ناس ما بتحبش طبعا، او لو في اطفال او كده ممكن ما تحطوش، بس يعني انا هحط بما ان ما فيش اطفال هياكلوا منها دلوقتي. هنحط فلفل حراق. دايما الفلفل الحراق بيبقى اهدى بكتير لو بتاكلوه على طول، يعني مش هتستخدموه في الطبيخ، لما بتشيلوا الابيض اللي جواه، لما تشيل كل الابيض ده اللي هي الحبوب بتاعته بتقلل جامد قوي ان الفلفل يبقى حراق. استعمل نص واحده كفايه، قطعها صغير. اوكي، وبعدين معايا نعناع اخضر فريش. انا بستعمل نوعين نعناع، نعناع اخضر فريش ونعناع ناشف الاثنين. وبعدين معانا البصل الابيض او البصل الاحمر.
ممكن بصل ابيض ممكن بصل احمر، بس البصل الاحمر برضو طعمه بيبقى حاد شويه فبيدي طعم احلى في السلطه. كده كفايه عشان اوريدي فيه بصل اخضر، فممكن نستعمل تقريبا، طبعا انا مش برمي بقيه الحاجه دي، بقيه الحاجه دي كلها بقى بدخلها في الشوربه، بدخلها في طبيخي. بصل احمر وكده مكونات السلطه نفسها. خلاص فاضل بس اخر حاجه الجزر، وبعدين هنعمل التتبيله. التتبيله بتاعت السلطه دي سهله، مليانه حاجات كتير بس يعني سهله، كلها حاجات عندنا في المطبخ. هنحط الجزر وبعدين نعمل التتبيله بتاعتنا. اول حاجه في التتبيله دي هنستعمل ليمون. دايما لما تيجوا تعصروا الليمون لازم تضغطوا عليه عشان كل العصير اللي جواه ينزل. عايز اقول لكم على حاجه تانية، انا هعمل التتبيله بتاعتي في ازازه، يعني جوه ازازه. ليه؟ عشان انا عايزه ارجها جامد وكل الصوص يخش في بعضه. هوريكم دلوقتي ازاي. هنحط اول حاجه الليمون، وعندنا بعد كده زيت زيتون. دايما زيت الزيتون للليمون يبقى 3 ارباع وربع، يعني 3 ارباع زيت زيتون وربع ليمون. هحط شوية ملح طبعا، شوية فلفل اسود، وهحط شوية نعناع ناشف، كمون، ثوم، سكر، ربع معلقة سكر، وخل بلسمك. ممكن اللي ما عندوش خل بلسمك ممكن تحطوا خل ابيض او خل تفاح. كل ده هرجه جامد جدا كله مع بعضه. زي ما انتم شايفين القوام اختلف تماما، قوامه تخن بقى، صوص تخين، ما بقاش زي زيت الزيتون والليمون لوحدهم. والتتبيله دي بقى هنزلها. طبعا لو انتوا بتعملوا السلطه دي قبل الاكل بشويه فما تحطوش التتبيله دي الا على الاكل على طول، وقت الغرف على طول. وكده السلطه بتاعتنا البلدي جاهزه، وبالهنا والشفا. وبكده السلطه بتاعتنا تكون جاهزه. طبعا انتوا شايفين كم الالوان اللي فيها، يعني كم فايده رهيب، كل انواع الفيتامينز اللي ممكن ناكلها، وطعمها رائع رائع. وكده نكون عملنا النهارده سلطه البلدي بالبصل وفته مصري بالريش البتلو. اتمنى الاثنين يكون عجبينكم وتقولوا لنا ايه رايكم، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. مرسي.